لاحظ لما كان يوحنا المعمدان معتقل في السجن، أرسل وراء المسيح وسأل: أأنت هو، يعني أنت هو المسيح ولا نستنى واحد تاني؟ أجاب يسوع وقال: اذهبا واخبرا يوحنا بما تنظراني وتسمعاني، العمي يبصرون والعرج يمشون. وهكذا أول جملة ذكرها الرب يسوع المسيح: العمي يبصرون. وأنا بصلي أحبائي هذا الجواب طبعا كان دليل أنه يثبت ليوحنا المعمدان أنه يسوع هو المسيح، وأنه المسيح هو فقط الذي مش بس بيخلق ويقيم الموتى ويطهر البرص ويخرج الشياطين ويصنع آيات بينات ومعجزات خارقات، لكن المسيح هو الذي يخلص، هو الذي يحرر، وهو الذي يفتح عيون العمي، يفتح عيون العمي. هذا ما فعله يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي، أنا بصلي اليوم بنعمة الرب إنه فعلا إذا في غشاوة، إذا في تساؤل، في شكوك، الرب يبدد كل هذه الشكوك، وفعلا الله ينير الذهن مستنيرة عيون أذهانكم ويفتح العينين الروحية، وأن لا تظلم قلوبنا كما فعل سائر الأمم قبلا، بل أن يشرق بنوره في حياتنا فتتبدد كل ظلمة وتتغير حياتنا ونصبح مؤمنين بالرب يسوع المسيح.